اولا هذا شرف لنا احنا ان نلتقي كل مره الجمعيه ديال القدماء ديال نادي قنيطري باش وجينا اليوم يعني نحتفلوا باحتفال بالاخ يوسف شيبو اللي كيستاهل كل التنويه ويستحق، وحنا فخورين بهذا المعلمه هذا الكومبلكس يعني الممتاز اللي في هذه المدينه قنيطره، والعائله ديال شيبو تقريبا عائله كلها رياضيه فهمتي، ويوسف شيبو يستاهل الكثير. يعني كنت كنتنبه ليه يعني مستقبل ظاهر لما كان عندي في الفئات الصغرى في الكادي والجنيور، ومن بعد عاوتاني دربته في ليكيب سينيور، وشاءت الاقدار ان نتلقى عاوتاني في النادي العربي في قطر، كان هو في ليكيب سينيور وانا كان عندي الفريق ديال لي جينيور. فالمشوار ديالو في النادي قنيطري وفي المنتخب من بعد كان مشوار حافل، واحترف عاوتاني في اوروبا خلى صدى طيب فهمتي. فالعائله كل عائله يعني في المستوى، لا سي محمد شيبو لا ياسين ولا يوسف، كلهم يعني في عائله في الرياضيه. وبهذه المناسبه ديال شهر رمضان تنبغيو نجدوا الرحمات على الاب ديالو الوالد ديالو اللي تقريبا توفى هذه السنه تقريبا، الله يجعلوا يعني القبر ديالو في يعني صالح عند الاخوان الدعوات ديالو. وحنا كننوهوا بالتنظيم ديال الطلبه ديال جامعه ابن طفيل اللي قامت بالواجب ديالها ونظمت هادشي في احسن الظروف، ومرت واحد المقابله في الجو الرياضي اخوي بين فريق الاساتذه الجامعيين وكذا القدماء النادي القنيطري، وكانت هذه الأجواء احتفالية جميلة جدا نقولوا فيها. وقع واحد نوع ديال التواصل، واحد نوع ديال صلة الرحيم في من هدف رياضي. وكنشكر الجميع على التنظيم المحكم، وكنشكر الأساتذة وكل من ساهم من قريب والبعيد في التظاهرة الرياضية. Bon, tout d'abord je tiens à remercier les membres de B2 de l'UNCG. Cette activité que j'ai fait étard de la mission des étudiants de l'UNCG pour joindre l'étude à l'agréable. وحنا الآن يلاه سالينا مباراة اللي كتجمعنا كأساتذة ديال المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ضد الفريق السابق للنادي الرياضي القنيطري. À vrai dire, je suis très heureux. أنا كأستاذ في الجامعة ديال بن طفيل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير. Je me trouve très très heureux avec cette participation. بطبيعة الحال هذا تدشين للتعاون بين الأساتذة وبين الطلبة، لأن كنعتبروا راسنا حنا يعني ما نقولوش نموذج للطلبة ديالنا، ولكن كنشجعوهم على هذا الانفتاح. هذا الانفتاح اللي كيساعدهم على الإبداع، كيساعدهم على العطاء، وكيساعدهم على الإبداع في الحياة اليومية والحياة الجامعية. les remerciements ديال سي يوسف شيكو اللي نورمالمون كان غادي يكون حاضر معنا اليوم، ولكن التزامات ديالو والشكر للجميع. كنشكر كل من ساهم في هذا الحفل. هذا دابا غادي نتقبل بالاعتراف اللي نتقبلناه مؤخرا كثيرا من هذا الشباب. كنتمنى المبادره تتكرر وتتعاود باش كل واحد نعطيو حقه، وهو مازال حي ومازال كاين. باش نقول لك كيفاش جات الفكره، نحاول نحطك في السياق ونحطك في الاطار اللي داخله فيه من جمعيه النادي ديالنا. اللي داخل فيه النادي ديالنا هو نادي سميتو لو بيرو دي سبور، مكتب الرياضات بالمدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير في قنيطره. هذا النادي هذا هو اللي تيأثر الرياضه الجامعيه بالنسبه للمدرسه، وهذا النادي هذا في نفس الوقت تنظم التظاهرات باش منها لي زولمبياد اللي تنعرضوا فيها على نوادي اخرين وتتكون المنافسه ما بين المدارس، ومنها تظاهرات بحال هكا. هاد الشباب ديال هاد النادي هذا كان عندهم رساله بغاو يوصلوها. هاد الرساله هذه هي ان شباب مدينه القنيطره والشباب المغربي عامه عنده القدره وعنده الطاقات باش يزيد بهاد البلاد القدام، خصو غير تحليل الامكانيات. ولكن هاد المشوار هذا ما يقدرش يتاتى لينا
الا ما كانش التصالح بين السلف والخلف. هذاك الشيء علاش حاولنا من خلال هذا العرس الكروي نديروا واحد اللمه ما بين الناس اللي ديجا حطوا في هذه المدينه هذه في الخريطه الوطنيه والعالميه، واللي كان اليوم البطل ديال هذا العرس هو يوسف شيبو. صحيح البطل اليوم هو يوسف، غدا يقدر يكون البوساتي، بعده يقدر يكون البوحياوي، لكن المهم هو الرساله اللي بغينا نوصلو، هو ما يمكنش نتقدموا وما يمكنش نشوفوا البلاد ديالنا كيف ما بغيناها الا ما كانش زعما الا ما داروش القدام وجداد اليد في اليد مع بعضياتهم. مدينه القنيطره بالنسبه للشباب لو ان سي جي بجوج كلمات، ارضيه خصبه، غنزيدك جوج كلمات اخرين، خصها بزاف ثلاثه، بزاف د الخدمه.